يمكن مريض الربو الشعبي بيكون مصاب احيانا ببعض الامراض زي مرض الكلى، زي مرض السكر، زي مرض الضغط. كل مرض من الامراض المصاحبه للربو الشعبي يمكن بننصح المريض ببعض الاشياء. اول حاجه هي التحكم في الامراض المزمنه علشان نقدر نتحكم في الربو الشعبي. زي مريض السكر يجب عليه اتباع نظام غذائي معين، اتباع الادويه اللي بياخدها ليه خفض نسبه السكر في الدم، ده بالتالي بيؤدي الى ايضا نوع من انواع التحكم في مرض الربو الشعبي. كذلك مريض الكلى، كذلك مريض الضغط. مريض الضغط ايضا من ضمن الحاجات اللي بننصح بيها ان بعض الادويه اللي بتستخدم في علاج الضغط ممكن تؤدي الى الدخول في نوبات ازمه ربويه، فبالتالي بيكون الطبيب او نوع من انواع التعاون ما بين طبيب القلب وطبيب الصدر لوضع خطة العلاج ومنع الأدوية اللي هي ممكن بيكون من مضاعفاتها ضيق الشعب الهوائية أو الإصابة بنوبات مزمنة من الكحة، ودي اللي احنا بنسميها أدوية البيتا بلوكر أو الإس إنهيبيتور. دي من ضمن الحاجات اللي يجب على مريض الربو الشعبي عدم أخذها واستبدالها ببعض الأدوية الأخرى. إلى جانب واحنا بنحط خطة العلاج بنحاول أننا نتجنب الأدوية اللي ممكن يكون لها أثار جانبية، انتظام الجرعات في أخدها، وخاصة أن العلاج الرئيسي في الربو الشعبي هو مادة الكورتيزون اللي ممكن يكون لها تأثير على السكر والضغط وبعض الأجهزة الأخرى، فبالتالي يجب أن تؤخذ بجرعات معينة بأجهزة معينة وأجهزة البخاخات اللي احنا بنقول عليها علشان نقلل من الأثار الجانبية ليها والمضاعفات اللي ممكن تسببها، وبالتالي يقدر المريض يتعايش سواء مع مرض الربو الشعبي أو مع الأمراض الأخرى المصاحبة ليه.